داخل منطقة العمليات، الدفاع يخرج من جديد محاولة، ولكن الكرة العرضية بالرأس، ولكن الدفاع في أول كرة محاولة، ولكن الدفاع يخرج الكرة بسرعة إلى رمي تماس. في الدقائق الأولى يجعلك تلعب بأكثر أريحية، وحتى الثقة ستكون. محرز ليس في وضع التسلل، يا سلام بالرأس والهدف، إسلام يتمكن في المرة الثانية من تسجيل أول الأهداف في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة. الهدف الثاني والثلاثين، كنت تكلمت وقلت بأن إسلام سليماني اليوم مطالب برفع حصيلته من الأهداف، حصيلة الشخصية من تسجيل الأهداف، يتمكن من ذلك في الدقيقة الخامسة. إسلام بنجاح إلى، يا سلام، لأنه هناك محاولة، ولكن تغطية دفاعية ممتازة، خطير بلقطة فنية ممتازة، بنجاح إلى الكرة من هناك على الجهة اليسرى، وصل بالليل يحاول بالليل المرور، ولكن توزيع الكرة داخل منطقة العمليات، ولكن الدفاع، الكرة مباشرة إلى 55، ضربة مرمى لدفاع المنتخب الجزائري بعد العمري، خرج الكرة لزفان على الجهة اليمنى، محاولة ربح المساحات، بعد أن التوزيع الأرضية، بعد أن إسلام سليمان، يا سلام يا سلام، الدفاع يخرج، تضرب بأحد المدافعين، كرة الهدف الثاني من محرز لم تجد الطريق المؤدية إلى الشباك. من جديد محرز، يا سلام، فوق المرمى براس الرقية من إسلام في الدقيقة العشرين. إسلام سليماني في المرة الثانية البحث عن الشباك، كرة ثانية، هناك كرة ثانية، والدفاع يخرج الكرة بالراس. إلى أين الركنية للمنتخب الجزائري؟ كانت صعبة. محرز داخل منطقة العملية، يا سلام، الترويض محرز، الترويض دائما، وسلام، ماذا هناك؟ ضربة جزاء، ركلة جزاء، ضربة جزاء يقول الحكم، ويصفر ركلة جزاء للمنتخب الجزائري، ومطالب بطاقة حمراء. ربما يكون ذلك، سنشاهد قرار الحكم بعد توزيع العرضية الممتازة. إسلام سليماني ينفذ، يا سلام، ويسجل ثاني أهداف المباراة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 25، الهدف 33، فرصة كبيرة للمنتخب الجزائري ولإسلام سليماني لرفع العداد، الهدف 33، والعداد يدور بالنسبة لإسلام سليماني. ما زالت الكرة من هناك، سلام، توزيع الأرضية، الحارس ينقذ مرمى من كرة صعبة، متمكن في هذه الكرة الحارس نصر، يخرج الكرة كانت من بالليلي، وصولي لشباك من هناك بالليلي، يحاول داخل منطقة العملية، يا سلام، بوجو، الهدف الثالث للمنتخب الجزائري بقوة كبيرة، بن سبعيني على الجهة اليسرى بقوة بقدمه اليسرى في الزاوية الصعبة البعيدة جدا على مرمى الحارس نيسان، يتمكن من تسجيل الهدف الثالث. محرز يلعب كرة، يا سلام، على حدا الحارس، لم تكن قوية، كانت في الإطار ولم تكن قوية في المحاولة الأولى من رياض محرز، كرة طويلة، البحث عن من هنا كرة، يا سلام، راهي مرفوعة، وضع التسلل، يبي سعيد إسمان رقم 2 هو الذي دخل ويشارك فيما تبقى، لاعب او لاعبين، يلعب كرة، محرز داخل منطقة العمليات، خطأ من هناك، والدفاع في تصحيح الخطأ مباشرة إلى 55، حارس يعاني، إنوسا بن سبعيني، يا سلام، بنجاح، ركلة جزاء ممتازة، الثنائية، التوغل وخلخلة الدفاع الجيبوتي، يريد أن ينفذ ويسجل، بنجاح، والخطأ من الدفاع، وركلة جزاء ثانية للمنتخب الجزائري. محرز وبنجاح من بغداد، يا سلام، بثقة كبيرة يتمكن من تسجيل، ثم بعد ذلك الفرحة من تسجيل بغداد إلى بنجاح. طبعا بمناسبة ازدياد ربما كما لم تخن الذاكرة، المنتخب الجزائري داخل منطقة العمليات، هائلة من القائم الثاني من هناك، يا سلام، جانبية براسية، ولكن جانبية، أخطأت المرمى، والإطار من إسلام سليماني يحاول الوصول إلى الهدف 34، هاي الكرة خرج
من الدفاع من الرقابة وتمكن من ضرب الكرة البحتة. زفان البحت البحت من هناك، الدفاع ثنائية من هناك لمحرز، يا سلام محرز يا سلام بقوة كبيرة. الثاني للمباراة من بداية الشوط الثاني، الهدف الخامس لإسلام سليماني، الهدف كم طارق؟ 34 بالنسبة لإسلام يقترب. هاي ملعوبة رائعة ممتازة، التحضير بخارج القدم بكرة ممتازة من بالليلي كريم ابن كريم الكرة، ما نتأكد من ذلك. كرة من هناك ملعوبة لمحرز، يا سلام يروض كرة ولكن راية مرفوعة ودعي التسلل. منتخب جيبوتي يلعب للتلقيح من أجل العودة إلى الملاعب. جبل دين هو بالليلي مجادين، يا سلام يا إسلام يا سلام يا إسلام، الرأسية الذهبية، الرأس الذهبية تتمكن من وصول مرة أخرى إلى الشباك. الهدف السادس للمنتخب الجزائري. منتخب الجزائري كم هو العدد يا إسلام؟ على بعد هدف واحد يا عبد الحفيظ يتصفوت الرقم، يتمكن إمكانية وفرصة كبيرة وقوة قوة التوغل من القائد محرز، والهدف السابع للمنتخب الجزائري. سنشاهد كيف كان ذلك. تمريرة استلم راوغ توغل وسدد بيسرى في الزاوية الصعبة والبعيدة حيث مسكن الشيطان، ولكن الأرضية وليست العالية أخرى. يا سلام يا أبو داوي يوزع كرة بقوة كبيرة، الثامن يا سلام، زروقي يتمكن من تسجيل الهدف الثامن للمنتخب الجزائري. صارت النتيجة عريضة جدا، زروقي أول أهدافه بألوان المنتخب الجزائري هو الآخر، يكتب ويرسم على رقم جديد في مشاركته الشخصية اليوم. الهدف الأول من زروقي من خارج منطقة العمليات، يسدد بقوة. إسلام يلعب كرة داخل منطقة العمليات بالخطأ والركنية داخل منطقة العمليات، المتابعة من دفاع على مشارف 18